وقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذه نستفيد منها مسألة مهمة ينبني عليها بعض الأحكام الفقهية، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فرارك من الأسد يدل على أن هذا من الأحكام المخوفة التي يترتب عليها أحكام الخوف. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب صلاة الخوف أن الخوف تارة يكون من عدو، وتارة يكون من سبع ضار، ولذلك تكلموا عن صلاة الخوف حال الطرد، أي حينما يطرده سبع فيكون خائفا وقد دخل عليه الوقت، فبينوا أنه يجوز له الترخص بما جاء في صلاة الخوف. ومن المتقرر عند علماء الأصول أن التشبيه لا يقتضي التشبيه من كل وجه، وإنما يكون في المعنى المشترك، والمعنى المشترك الذي يلزم فيه هذا التشبيه بين الفرار من المجذوم والفرار من الأسد، وهو المعنى الشرعي المتعلق بالترك والمبالغة فيه، وفيما يتعلق ببعض الرخص التي تتعلق بالخوف، وهو الذي سنشير إليه بمشيئة الله عز وجل في المعنى الثاني.